السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دارين كروشيه. هنكمل مع بعض راس العروسة اللي كنا بدأناها دي. زي ما قلت لكم الحمد لله العروسة بتقف عشان القاعدة البلاستيك اللي كنا حاطينها هتقع اهي. هي بتقف بس محتاجة تثبيت شوية. نشوف بقى مع الراس هتبقى ايه. نبدأ. انا هستخدم طبعا خيط البشرة، هعمل عقدة البداية وبعد كده سلسلتين، واحد اتنين، تاني سلسلة هشتغل 6 حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. الدور التاني هيبقى 6 تزايد. ادخل في اول حشو، اعمل ده واحد، اعلم الغرزة دي وادخل في نفس المكان تاني اعمل حشو كمان، يبقى كده 2. اللي جاية هدخل اعمل 2 حشو في نفس الغرزة، يبقى ده تاني تزايد. اللي جاية 2 حشو في غرزة واحدة، وهكذا لغاية نهاية الدور اخلصه وارجع ليكم. الدور التالت هيكون عبارة عن 1 حشو تزايد. سنجل كروشيه وبعد كده انكريز. واحد اتنين، بعد كده سنجل كروشيه اللي هي 1 حشو، بعد كده انكريز اللي هي 2 حشو نفس الغرزة. اللي جاية حشو تزيد. اخلص لغاية اخر الدور وارجع لكم. المفروض يكون كده عندي 18 غرزة في الدور ده. خلصت الدور الثالث. الدور الرابع هيكون عبارة عن 2 حشو تزايد اللي هو 2 single crochet increase. واحد اتنين تزايد. واحد اتنين تزايد. هيكون عندنا في نهاية الدور 24 غرزة. بخلص برضو الدور وارجع لكم تاني. الدور الخامس عبارة عن 3 حشو تزايد 3 single crochet increase. واحد اتنين تلاتة، بعد كده increase أو تزايد اللي هو 2 حشو في نفس الغرزة. واحد اتنين تلاتة تزايد. نفضل ماشيين كده لغاية نهاية الدور وارجع لكم تاني. هيكون مفروض عندنا 30 غرزة في السطر ده. السطر الجاي هيبقى عبارة عن 4 حشو تزايد 4 single crochet increase. واحد اتنين تلاتة أربعة
زين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، تزيد. هنفضل ماشيين لغاية نهاية السطر، هيكون عندنا 36 حشو. أخلصهم وأرجع لكم تاني. هنبدأ الدور السابع، عبارة عن 6 حشو تزايد، 6 single crochet increase. 1، 2، 3، 4، لا 5 single crochet increase، 5 حشو تزايد، 5 تزايد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تزيد. يبقى المفروض كده في الدور دوت عندنا، هيبقى عندنا 42 غرزة في النهاية. بخلص الدور وارجع لكم تاني. الدور الثامن هيكون عبارة عن 6 حشو تزايد، 6 single crochet increase. والمرة دي متأكدة عشان ما يتلخبطش تاني، 6 حشو تزايد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، تزيد. المفروض هيكون عندها 48 غرزة في نهاية الدور. 1، 2، 3، 4، 5، 6، تزيد. اخلص برضو الدور وارجع لكم تاني. الدور التاسع هيكون عبارة عن 7 حشو تزيد، 7 single crochet increase. أعلم أول غرزة، أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تزيد. تاني، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تزايد. في نهاية الدور ده المفروض يكون عندي 54 غرزة، 54 غرزة. تمام، اخلص الدور وارجع لكم تاني. الدور العاشر هيكون عبارة عن 8 حشو تزايد، 8 single crochet increase. 1، 2،
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تزيد. المفروض هيكون عندي في نهاية الدور دوت 60 غرزة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. نخلص برضو الدور وارجع لكم ان شاء الله تاني. هنبدأ الدور 11 عبارة عن 9 حشو تزايد. 11 9 single crochet increase. واحد هيكون عندنا في اخر الدور 66 حشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة تزيد. تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تزيد. غلط يا بنا. خلص الدور وارجع لكم تاني. خلصت الدور 11. دلوقتي هنشتغل من الدور 12 لغاية الدور 24 أدوار ثبات. from row 12 to 24 only single crochet. يعني 12 rows of single crochet. مش هنعمل 12 دور ثبات وبعد كده ارجع لكم تاني ان شاء الله. بعد ما خلصت أدوار الثبات هنعمل الدور 25. 25th row will be 10 single crochet increase. هيكون 10 حشو تزايد عشان نعمل العروسة خدود كده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر increase تزيد. هيكون عندنا 72 stitches. 72 غرزة في نهاية الدور. تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
10 تزين، بخلص الدور وارجع لكم تاني. رو 26 will be 11 single crochet increase. في الدور 26 هيكون 11 حشو تزايد. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 بعد كده increase أو تزايد. تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 increase 1 تزايد. هنكرر لغاية نهاية الدور 11 حشو تزايد وارجع لكم تاني. دلوقتي انا عندي 2 78 غرزة حشو. we have 78 stitches. دلوقتي هنعمل 5 سطور حشو فقط. 5 rows of only single crochet. نعمل الحشو بعد كده ارجع لكم تاني. يبقى حشو فقط، يبقى عدد الغرز ثابت. 1 2 5 اسطر. تمام، 5 اسطر ثبات. ارجع لكم تاني بعد ما اخلصهم باذن الله. خلصت ادوار الثبات، هنبدأ الدور ال 32. we'll start row 32. هنشتغل 11 حشو تناقص. 11 single crochet. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 single crochet decrease. I will make invisible decrease. هنعمل تناقص مخفي. first loop of next stitch and first loop of next. we have 3 loops in the hook. pull up a loop and pull from 2 then pull from 2. تاني 11 single crochet 11 تناقص 11 حشو. 2 3 4 5 6 7 8
تسعة، 10، 11. بعد كده تناقص مخفي invisible degrees. الاثنين نشتغل للآخر وارجع لكم تاني. خلصت. هنعمل دور 33، رو 33، 10 سنجل كروشيه انفيزبل ديجريز. هنعمل 10 حشو تناقص مخفي. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 single crochet. بعد كده invisible decrease، تناقص مخفي. first loop of next stitch، first loop of one after، pull up a loop through two loops and pull up a loop. نعمل تاني 10 حشو تناقص لغاية نهاية الدور. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decrease. خلص الدور وارجع لكم. هنبدأ الدور 33، رو 33، will be 9 single crochet and decrease. 9 حشو تناقص. 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 9 single crochet then invisible decrease، تناقص مخفي. 9 لغاية نهاية الدور. 9 حشو تناقص. We'll complete till the end of the row. 9 single crochet decrease. خلص الدور وأرجع لكم تاني بإذن الله. Row 35، السطر 35، 8 حشو تناقص. 8 single crochet decrease. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، بكاء invisible decrease، تناقص مخفي. One, two, three,
4 5 6 7 8 بعد كده invisible decrease تناقص مخفي. هنفضل ماشيين لغاية آخر السطر لحد آخر السطر وارجع لكم تاني. رو 36 السطر 36 هيكون 7 حشو تناقص 7 single crochet decrease 1 2 3 4 5 6 7 decrease تناقص مخفي 1 2 3 4 5 6 7 Okay, invisible decrease. till the end of the row and we'll come back. خلص السطر ان شاء الله وارجع لكم. انا حشيت الدمية الراس احشوها كويس جدا يعني تبقى ازيد منها حطوطة كمان يعني stuff the head firmly then we'll start row 37. هنبدأ دور 37 يبقى 6 حشو تناقص 6 single crochet decrease 1 2 3 4 5 6 أوبس 7 invisible degrees واحد 1 2 3 4 5 6 بعد كده invisible decrease خلص للسطر كله وارجع لكم تاني. رو 38 سطر 38 نعمل 5 حشو تناقص 5 سنجل كروشيه ديكريز 1 2 3 4 5 بعد كده invisible decrease تناقص مخفي
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أوكي، invisible decrease، تنقص مخفي، ونكمل تاني لغاية آخر السطر وارجع لكم تاني. رو 39 سطر 39، أربعة حشو تناقص، 4 single crochet decrease. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، تناقص مخفي، invisible decrease. one one two three four invisible decrease. هخلص وارجع لكم تاني. رو 40 سطر 40، 3 سنجل كروشيه ديكريز، 3 حشو تناقص، واحد، اثنين، ثلاثة، تناقص، decrease. One, two, three, decrease. تنقص مخفي. We'll work all around the row. تشتغل لغاية ما تخلص السطر. أنا كنت بدأت فيه قبل ما أصور. رو 41 2 سنجل كروشيه ديكريز، السطر 41 هيكون 2 حشو تناقص، وان تو ديكريز. واحد، اثنين، تنقص، بخلص الدور وارجع تاني. رو 42 وان سنجل كروشيه ديكريز، واحد حشو تنقص، خلاص فاضل لنا الدور ده في التناقص، بعد كده نبدأ في الرقبة. one single crochet decrease.
10 تناقص 5 كروشيه تناقص 1 تناقص. خلص مرتين الجايين كمان وارجع لكم. دلوقتي احنا عندنا 12 غرزة في الدور. now we have 12 single crochet or 12 stitches. هنعمل 3 ادوار ثبات عشان نعمل الرقبة, نكمل الرقبة, نعمل 3 ادوار. we will make 3 rows of single crochet, 3 rows of 12 stitches only. okay, when we will finish we'll see it to the head, to the body. Okay, and we'll come back tomorrow to embroidery the eyes. بكرة إن شاء الله أرجع لكم عشان نعمل تطريز العين, ودي الألوان اللي أنا هستخدمها. White, black, dark green, light green. DMC, الخيوط DMC or cotton pearl المتاحة عندكم هنستخدمه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.